لكم لنا في هذه اللحظة البهيجة. نحن فخورون بكم ومتأكدون من أنكم ستكونون سفراءنا بطريقة تليق بكم. خليجية شاءت وشاء لها العلا بأن تبتنيها للرقي الأعاظم. 18 عاما بعدما كان لي شرف التخرج من هذه الجامعة العريقة نفسها. وقد كانت سنواتنا في الجامعة الخليجية مليئة بالتجارب الغنية، والله ولي التوفيق. أسامينا لها المستقبل الواعد، وهمتنا لرفعت الوطن ساعد. تسابقنا لها وكان الهدف واحد، شهادة علمي من قلب الخليجية. شهادة علمي والإنجاز له فرحة وكلنا بيه.